شركه محترمه. مفيش حد بيقعد فوق من غير ما يتكلم في القصه. بص يا سيدي، لا هنحفظ ولا هنصم ولا مطلوب من اي حد ان هو يحفظ، مطلوب مننا لما نحتاج المعلومه نخش نعرف نجيب. الشركه عشان تحلل الاستيتمنت بتاعتها بتحلل الاستيتمنت بتاعتها في زوايا مختلفه، زوايا مرتبطه بمعدلات السيوله. طبعا باشمهندس لما انت لسه قايل لنا كاش فلو، لا هو كاش فلو دي رقم بس ما يدركش مؤشر. انا عندي مؤشرات للسيوله، عندي مؤشرات لمعدلات الدوران، دوران المخزون يعني؟ لا، دوران المخزون دي وان اوف، معدلات الدوران. اي حاجه عندي ليها اصول انا هيبقى عندي مستهدف ان انا اشوف مدى استفادتي منها قد ايه. معدلات الدوران المختلفه، مكاسب التشغيليه نفسها. يعني ايه المكاسب التشغيليه؟ والله انت هامش المكسب بتاع النشاط ده اكس، هامش النشاط بتاع المكسب ده اكس بلس 2. لا ده انا عندي مكاسب مرتبطه بالاوبريشن. طب ما انت لسه قايل لي الانكم ستيتمنت وكنت اقدر اجيب المكسب اللي دخلني، فانا لا، ده مكسب البيزنس كله، لكن انا قد يكون عندي صناعه مكسبها اعلى من صناعه. دي انتودف. انا بخش لجوه. دي لك مثال، انا وانت شغالين، انت صناعتك بتكسب فيها 30% وانا صناعتي بكسب فيها 25%، مين مكسبه اعلى؟ انت على الصح. على الصح على بص بقى، على البيزنس انت اعلى بزنس وايز، بشكل ماكرو بصوره تراكميه انت بتكسب اكتر. لكن قد اكون انا مكسبي التشغيلي اعلى ولكن عندي اعباء اضافيه بتخلي مكسبك الاجمالي اعلى من مكسبي الاجمالي. يعني معنى كده ان انا قد تكون نسبه الكوبز عندي، انت مكسبك اعلى فانت نظريا نسبه الكوبز عندك قليله. لا انا قد تكون نسبه الكوبز عندي اقل بس انا عندي اعباء اضافيه اكتر بتضيع مكسبي. لا انا هنا عايز، مش عايز ابص بقى على الكوست مارجن ده، انا عايز ابص هنا على الاوبريتنج بروفيتابيلتي، المكاسب بتاعه الاوبريشن نفسها.